الاخوان صباح الخير صباح الخير صباح الخير. قال لي الباحث الناس قال لي ياك انت عيان. هذه ما انا عيان دي. اللي بغي جينا باش نتكلموا دابا، لان دابا واخا دابا هاي قطر غادي دير قسمو الكاس ديال العالم دي. والمغرب غادي يمشي تما، وقالوا لي يدعي مع المغرب ما يطيحوش مع الدول ديال ديك تحت اسمها ديك في كاين داك سامي دو برازيل امريكا الجنوبيه الجنوب الجنوب الله ما عرف. اليوم الذكرى 40، الذكرى 40 فاش احنا هجمنا على 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 الفولكلاند لاس مالفينس ورجعناها، لان دوك الارجنتين قالك بغا ياخذها مشينا خرجناهم من تما. صحه زعما كنا حنايا بريتيش عاونينا الميريكان ما عليناش اش تبقى كتصب مني. فلهذا ما نطولش عليكم بزاف، لان دابا اليوم نسمع في الاخبار بان هذه قطر منهم حقاره واخا تقول لي شنو عرب مسلمين، شوف ما تدخلش فيها عرب ما تدخلش فيها مسلمين ما تدخل ليها هادشي هادشي. حيدوا الواحد اللي تيستغل ديال العاميه ديالو ما تيخلصهمش في الوقت وتينعسهم بحال البهيم في الكوري. الكوري تعقل على الكوري كان شارع البيضا في الاخر مع الدوره ديال جوج مارس ولا ديك السلده ديال بومب ريسونس وتزيد انت عرفتيها الناس ولا الدرب اللي عرفها ولا تعطي الفوق طلع عند سيدك معروف. ما عليناش دابا قالوا بان غادي يبحثوا بحال دابا الفراقي هادو بحال المغرب ماشي ديك القجع يدوروا معاه يسكت ما يتكلمش. اما بحال الفيفا الاف اف اي الاف اي ليش ترسها ليش ترأسها البرنس ويليام اللي غادي يولي الملك لان داك الشعب ما فيدوش. ما عليناش قالوا بانهم غادي يبحثوا واش ديك الوطيلات اللي غادي يريحوا فيهم واش لي كونديسيون ديال الخدمه وديال العمل وداك الشيء موفره لدوك ماشي اللاجئين دوك لي زيميغري الهنود الباكستان الفلبين المغاربه زيد عليهم حتى الجزائريين والتوانسه والمصريين هما الكثار. غادي قالك لا غادي يبحثوا الا ما كانوش غادي بويكوتو اسمو لا كوب دي مون. دابا غادي يضغطوا على دوك اسمو ديك الدوله هذيك الدوحه ماشي الدوحه ديال العمران الدوحه ديال تي دوك اللي تيوك اللي تيبنوا دوك الديور لا ضربه بوانت تتهول. لا ماشي الدوحه لا الدوحه اخرى اللي الدوحه اللي يقولوا العاصمه ديال الدوله ديال قطر اللي كانوا حصلوا بهم واحد في لافيفا من الدوله ديالهم في عمل تخويض هما يجريو عليه ومن بعد تبعوا لك الاخر اسمو داك البلاتيني وتبعوا لك الاخر اسمو داك السويسري. ما عليناش ما نبقاش نتكلموا على فيفا ونبقى نتكلموا على قطر. قطر دابا قالوا ليهم باش يحيدوا الكافيس على اليد العامله وحكروا عليهم وسكتوا. ملي كانوا تيبنيو كان كل نهار يطيح واحد ملي وتيسكتوا عليها تيقولوا لي غادي تمشي للجنه وتقول غادي نتكلفوا بالمصاريف ديال باش نلوحوك في الحفره. واش المصاريف ديال تلوح واحد الحفره ها شنو هو دابا اليوم هما في الاخبار دابا غادي يبدا يبرسطو فيهم. دابا قالوا لهم ما ريحوش في لوطيل الا ما كانوش لي كونديسيون ديال الخدامه ماشي بحال دابا حنا الفريق الوطني ماشي الاخر ديال عندنا الفريق الوطني وعندنا الفرقه الوطني هذوك الحلوشه وعندنا اللعابه ديال الجاليه لان المغرب ما عندوش لعابه عندنا شي شويه خصهم يجيبوا اللعابه ديال الجاليه لان حنا كما قلت لكم الباحث السيمانه الجايه حنا هما اللي هازين الاقتصاد ديال المملكه المغربيه حنا اللي هازينو ديال العامين ماشي انا حاضر دي هذا بحال هذا داك المغربي والمغربي هذوك هازين لان هذوك كل سيمانه تيمشيو عند البنك الشعبي يحطوا الفلوس ولا كل شهر تيحطوا الفلوس تيسيتو لخالتو وعمتو هذو بحال هما اللي هذو. وبحال داك خالد اللي بالي فرونسي هذاك خالد المجهل راه مجهل زعما كاين لانه دابا رمضان شوف باش عرفوا مسلم منافق عنده الشرف في دارو ياك الشرف في دارو عنده الشرف في دارو ياك وهادشي على ما تقولوا كاين واحد الايه الشرف حرام يكون في الدار وكل اش دار فيديو صور لي القرع يتشرب وحلهم وخواهم في الكابينه زعما كاين راه مسلم ايه بحال هادو مربي الحياه ولا كشي
وبني العقار بوز نقاب بحال هذا هذا بحال هذا، علاش دير لي داك الفيديو مسيطو ليا زعما كاين راك مسلم؟ لا حاشا، واش تكون مسلم فهمتي؟ ايوا فهمتي، واش ندخل مرتك الاسلام؟ لا بحال هذا ما ندخلش مرتي الاسلام، هي مسيحيه وانا مسلم غير منافق. فلهذا يا اخي من المره الجايه ما بقاش تصور لي الشراب، لانك جريمه عملتي جريمه، مالكش مش تعطي دوك الناس يعطيو لي الكوليك اللي يجيو من اوكرانيا تعطيو الخيريات ويعطيوهم لهم جوج قلع ديال الشراب، جوج قلع ديال داك لو فاموسو ديال السيدر، وقلع عمر ديال الحشومه، لكن هذاك باش تبين لي بانك انت مسلم. ودير بحال الايرانيين نهار خواو الفودكا من بعد الشاي لاحوها في القوارص، ودير بحال هذاك بوم ديال داك الشفان داك القطاع اللي خوا لي كاب ديال الجيري خواهم في البحر. لا هذاك ماشي يدين بروف اني ثينغ تو مي ماي فريند، يدين طيحتي بالمستوى ديالك مع احترامي لك، تنحييك من هنايا ديما، باش نذكرك لان ماشي الصباح ويوم الجمعه خصك ترحم على والديك كما نرحم على والدي انا دائما. فلهذا يلا هولد توغيذر، اجمع يدك وقول ليلة الجمعة الله يفرح والدينا على ربي، ليلة الجمعة الله يفرح معليش دابا نتكلم على البحث يبان لي هذاك اسمه ذاك الدري، هذاك الدري المرضي ديال ذاك من اون جونفي اسمه نسيت اسميتو، ذاك اللي حدا الحيط اسمه مروان الله يمعرف مروان لطفي، هذاك مروان لطفي تيجتهد هاد الايام تيجتهد لي، كنا قال لهم غنسد القناه ما غنبقاش نتكلم على هذا. البارح جاب لي واحد القطعه باقا حيه، جابها لي هذاك داك صاحبو ذاك اللي من النرويج ولد الروش نوار الصخور السوداء كنمشي كنا في العم تما شي ايامات كنا صغار، معليش ما نبقاش نتكلم على فكرة العم ولا فكرة العم اسمه ولا كيتحكم عليكم دابا هذاك اخنو الشل اسمه معليش والله بقيت فكرة العم لا فكرة اخرى ما ينفعوكاش لا ما عرفت كان يوم مانيش غنتكلموا على هذاك مروان الباح، جاب لي نقطع الباح صاحبه قال لك مشاو تقداو داروا والاخر تيكب تيسمع فيها تيكب ليه الشراب ندي ورا الكاميرا قال لي حق اتاي غمق عليا انا مانيش اشرب ولا ما تشربش، انما كون صريح مع الجمهور ديالك بحال كيما ديك المره كنت صريح عملت لهم الفركه ديال ودابا قول لهم تشرب لك الشراب حلال بحال كيما في السعوديه تبيعوا لهم دابا الشراب، كاين البيران فيهم الشراب حلال، غير تدي معك شويه ديال القطعه هذاك ديال الروح ديال هذاك وكبها في الكاس وانت تشرب بلا ما يعقل، ما عليناش. فلهذا شكرا على ديك القطعه اللي جبتي لنا، جبتيها جابوا حي دي بلاصه جابوا من النرويج حتى لعندو برلين، جابوا عندو قال لي باش تضامنوا على 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 تحفه، ما عليناش هذا تحفه ليومين وغابر ما في مشى باش يسوقي فيه، بان حق اليوم ديكلارو بان وقيل العام الجاي غادي يعملوا الكرون بري في لاس فيغاس عند مونا غادي يعملوه بالليل الكرون بري فورمولا 1، لان حنا كان عندنا الكرون بري في الخمسينات في الدار البيضاء، يعني كانت الدار البيضاء ما فيهاش العروبيه كان عندنا الكرون بري، باقي دابا يمشي دي حدا عين ديال بلقى ذاك الحجر مبني، ذاك الحجر الصفر مبني كانوا بناو على قبل داك الشيء داروا قدامه التبن اللي كان تما داز ذوك مال الطوموبيل. شوف ملي كنا عندنا الكرون بري دابا ذاك داك اسمو داك الدري داك الفاسي بناني ولا مازال مسكين واحد مع الفورميلا 3 دارها في مراكش دارها عام واحد سدوها لي مانيش غادي نتكلموا على نتكلموا على سمو على كاين واحد هو في الميريكان تيقولوا ليه نسيت سميتو هشام صلحي، هشام صلحي تا هو سد الحانوت، حيد الفيديوهات وسد الحانوت سد الحانوت، اخر كومنت اللي عمل هو على علاش هذاك تيكمي قدام الجمهور لك ديال الكره القجع وهو تيكني في الطوموبيل ديالك عنده حق، ملي تكون تيبغي يعمل شي حاجه تيكني واحد اللومبا في شيكاغو تيخرج تما تيبقى يدور عليها بالكارو ديالو القهوه ديال دار تيدور ويتكلم ساعه لاباس الدولي داكشي مابقاش لا قناه لا والو. تحيه الاخ هشام الصلحي دابا غادي يرد عليا بديك بالي فرونسي ديالو، حنا ما قادين على فرنساوي في هاد الصباح ملي قال هذا راه القناه ديال سده نقولها لكم سده تا هو سده صل القناه ديالي لان مابقاش عندهم علاش يتكلم وكو جاك سد عليه ما لوزوش كضيف ايوا هادشي اللي كنا نقول لكم، لان قال لك غدا كاين رمضان يكون رمضان غدا ولا نهار سبت بحال حنايا رمضان وقت ما جا حنا قادين عليه، لان حنا قادين مهيئين واخا المعيشه غاليه حنا مهيئين ليه، لان حنا مستعدين لان حنايا اي حاجه
تنحتفلوا بها، تنحتفلوا شبعان، الله ما قدر قال شعبان، تنحتفلوا برمضان، تنحتفلوا عيد الحولي في مكان الماكلة بزاف باش تاكل تنفخ الكرش. العضراوي فرحان، فرحان العضراوي اللي غدا غادي يبغي العضراوي تعمل رمضان يومين قبل اكسكيوز، يقول حق ما كاينش في هذيك الكالندري، الكالندري تدي ياكل لانه شفت قداش تبارك الله مريح في الكاميو. ودابا شنو هو تولي تفطر في الكاميو؟ ايوا قول لي نفسر العضراوي كيفاش دير مع الكاميو مع الحريره. ها نشرب الحرير في الكاميو على رجليك، معليش ما بقاش نتكلم على العضراوي، نتكلم على ريوسنا حنايا. دابا انا خرجت دابا خرج ماشي خرج مازال ما خرج، لا نخرج دابا منين انا تشوفوا فينا هنا، هنا مريح واحد المدينه في كان صغيره، جيت هنايا اون ميسيون باقي لي غدا ونمشي بحالتي. ايوا عندي وكل مره تندور في فيما لا تعيطوا لي ملي يكون عندي شي كريز، تعيطوا لي تمشي نبين وجهي وصافي نتخلص ونجيب حالاتي من دين. لان عولنا على الفيديوهات، الفيديوهات ديالنا تيقطعوا منا دائما سينيالي، ما عندهمش دائما حابسين. ولكن المشكله من بعد لابيل تربح، تربح الفيديو ترجع ثاني ترجع ثاني هذا، ولكن ديك الساعه الفلوس مشاو. ايوا دابا كل فيديو تمشي في 10000 5000 6000 7000 صوت، ايوا ملي يرجعوا لك تكون المشاهده قليله. فلهذا تنقول للمشاهدين ديالنا عاودوا تفرجوا باش الا كتعجبكم البيبيسيتي عاودوا اي دابا اي فيديو فيه بيبيسيتي رجعوا ليا. اليوم على الصباح قال صيفطوا لي واحد شي كتبه لي قراها لي المروكي، قراها لي من عنده وقال لي عيط لي وقال لي هنايا بحال دوز لي شي معلومه، قال لي راه رجعوا لك ثلاث فيديوهات، واحد حبسوه ولا قال لي حبسوه غادي نبدل لي السميه وغادي نرجعوا لها ليكم عاوتاني وكل شيء على خير. فهمتي صافي هادشي اللي كاين، ما عندنا علاش نتكلموا، ما علاش عندنا علاش نتكلموا هو هذا. ايوا دابا هذيك قطر الله يحفظ لهم يقلبوها، يحيدوا لكم لكم ديما. والمغرب موجد، شكون كان المغرب موجد يقولوا ندوزوا المغرب، ولكن المغرب هذا فهمتي مازال مازال مضاربين مع لونترين، مازال ما زدتش سيدنا باش يجريو عليه يقول شوف الله يرحم بها وليك شكرا ما على ما حققته ولا بالسلام عليك. ومن يكون غادي يدي معك هذا وصلوا لفرنسا هذا حجي يلاه ديه انا ورجع سبحك رجع للفينانس، رجع للفينانس وبقى تحن علينا وعلى بركان بالفلوس ديالنا حنايا. هو الشيء اللي كاين حنا كنحتاجوا النميمه ديالكم ولا ما بقاش نقولوا ليها النميمه، نرجعوا ليها بكلمه اخرى لانه راه ما غنحشو ما دير النميمه، غادي نرجعوها تبركيكه ولا بلغ الرساله، علو بلغ الرساله، لابد تبلغوا شي رساله لنا مزيان الرسائل ديالكم تنقولوها هنايا ودي تحقق. لان بحال دابا هادشي اللي شدوا في الدار البيضاء ما شدوش شحال من واحد. ايوا هادي وزارة الصحة كانوا خاو لي زامبيلونس فقنا بهم، كانوا خاو لي الراديوات فقنا بهم، كانوا يقتلوا عباد الله. ايوا وداك المدير ديال الوزارة هو الشفا الكبير. ايوا فهمتي وكان ساتر عليه هاديك اسمها هاديك الغليظة اللي عندنا في الدار البيضاء، الله يما عليك العمدة، هاديك العمدة قال لك تولي وزيرة وحيدوا لها الوزيرة وبقى دابا العمدة وما مدات لنا والو. هاديك هي بنت الدار البيضاء بزاف، بنت الدار البيضاء تعيشي في الزبل. ما ليناش باش تسوق هنايا لان انا ماشي في الدار البيضاء، انا هنايا انا في الناس اللي ما تعرفونيش انا ساكن في الانجليز. الانجليز 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 بريطانيا العظمى وشل بيا فمك منين مابقاش تقول لي باري واشنطن، عاد كرك دولا باري ولا واشنطن دي. فلهذا قلنا كلامنا ودابا بلغنا الرساله وشكرا على متتها 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 متتها. ما تنساش تبارك وتعاون كرك الي تشا خوتي المغاربه كان معكم هنايا. الله 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 يطيركم.